العرض النهارده، لان الحقيقه انا راجعت بنفسي الاسعار والاسعار تاكدت ان الحمد لله الاسعار يعني في تخفيضات كبيره جدا جدا جدا. النهارده الحقيقه احنا عندنا يعني المعرض ده على مساحه 12000 متر، في اكتر من 165 شركه بتعرض السلع باسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقه انا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي ان شاء الله هتكون متاحه للمواطنين على مستوى الجمهوريه، وهتقترب من 8000 منفذ يعني قبل بدايه شهر رمضان ان شاء الله، وكلها بتعرض الاسعار والسلع بنفس الارقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المراه المصريه، واكد سيادته على ان الحمد لله الدوله المصريه لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا ان احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالاسعار المناسبه دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الاعباء في هذه الفترة. والحقيقة يمكن يعني امبارح فخامة الرئيس في كلمته كان بيؤكد على ان ازاي الدولة المصرية الحمد لله كانت قادرة بالتخطيط الجيد انها والتخطيط السليم وانها تكون احتياطيات كافية من السلع، وهو ده اللي الحمد لله مكننا النهاردة مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة يعني ان احنا نكون قادرين على استيعاب هذه الازمه ونتحرك ولدينا الرصيد الكافي من السلع اللي هو يؤمننا لشهور قادمه ان شاء الله. وده يمكن نقطه مهمه جدا انا حابب ان انا اوجه كلامي للمواطنين. احنا الحقيقه كحكومه دائما بنحط تخطيطنا على المدى البعيد. انا مش عايز ان انا النهارده في هذه الازمه اللي محدش عارف ملامحها ولا متى ستنتهي، والنهاردة كل العالم يعني أي كلام على هذه الأزمة والمدى الزمني لانتهائها هي مجرد تخمينات، وبالتالي إحنا كحكومة وأنا بقولها بمنتهى الشفافية لازم دايما نخطط يعني تحركاتنا على السيناريو اللي نقدر نقول عليه السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع عشان الدولة تبقى قادرة دائما على الصمود والبقاء في فترة طويلة. فعشان كده يمكن كان اكيد لما حضراتكم سمعتوا ان احنا حتى يعني بعد ما كنا اعدينا الموازنه قبل الازمه الروسيه والاوكرانيه على اساس الظروف الطبيعيه، رجعنا الموازنه مره اخرى واتعملت الموازنه بطريقه اكثر تحوطا، وتوجيهات سياده الرئيس ايضا ان احنا نطيح احتياطي كبير وصل الى 130 مليار جنيه عشان بقدر الامكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الأسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير. ودي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نبقى فاهمينها، إن الحمد لله الدولة المصرية حتى مع بعض الزيادات الأسعار اللي بتحصل ما زال هذا الرقم يعني يعتبر يسير جنبا للي بيحصل في كل دول العالم. دول العالم كلها بدون استثناء، وأنا بخص هنا الدول المتقدمة، الزيادات اللي بتحصل بتمرر بالكامل على المواطن. ممكن يبقى المواطن عندنا يقول لا ما هو مرتباتهم هناك أعلى، لكن نتخيل لو إن النهاردة كانت تكلفة المعيشة بمية فجأة بقت على المواطن بالضعف، فأكيد كل المواطنين هيبقى بيعانوا مهما كان مستوى دخلهم. لكن إحنا بقدر الإمكان والحمد لله كدولة مصرية دايماً واخدين بعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، ودايماً واخدين إن إحنا بقدر الإمكان الدولة تمتص جزء من هذه الصدمات، ويبقى في جزء لازم طبعاً إن إحنا نديه للمواطن، لأن لا يمكن كدولة مهما كانت إمكانياتها إنها تشيل كل التكلفة، لأن ده على المدى المتوسط ممكن ان هو يؤدي الى مشاكل كبيره جدا ماليه واقتصاديه. واحنا يمكن الحمد لله مصر حققت يعني مكاسب كبيره جدا من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وتاني بستعير الكلمه اللي قالها فخامه الرئيس امبارح، ان لولا هذا البرنامج ونجاحه والدوله المصريه قدرت انها تقف على رجليها وعدينا ازمه كورونا، ده برضو اللي مخلينا النهارده الحمد لله قادرين ان احنا نصمد ونستمر في عمليه التنميه. في تأثير سلبي، بالتأكيد في تأثير سلبي زي كل دول العالم، وعشان كده ان احنا بنتحسب هذا الموضوع
وان احنا دايما حاطين نصب اعيننا انا عايز احافظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي اللي حصلت وتفضل الدوله المصريه ماشيه بالمعدلات النمو الايجابي اللي هو كانت بتحصل. احنا كان يمكن الخبر اللي نزل امبارح عن ان الدوله المصريه في تواصل مع صندوق النقد الاجتماعي صندوق النقد الدولي على ان احنا نعمل برنامج جديد. وعايز هنا يمكن اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، احنا علاقتنا مع الصندوق طبعا بدات من 2016 لغايه يونيو الماضي في برنامجين، البرنامج الاول اللي هو البرنامج الاساسي اللي كان الاصلاح الاقتصادي واللي خلص 2019، ثم رجعنا تاني في ظل جائحه كورونا عملنا تاني برنامج اخر من يونيو 2020 الى يونيو 21 عشان نحفظ دايما ونحافظ على استقرار النمو بتاعنا. لان ميزه البرامج اللي بتبقى مع صندوق النقد الدولي ان الحقيقه الصندوق كمؤسسه عالميه العالم كله بينظر اليها وبيثق فيها، لما بيبقى في تعاون مع هذا الصندوق بيبقى ده شهاده نجاح للاقتصاد المصري. ومصر النهارده مش بمعزل عن العالم، بالعكس احنا بقينا جزء من العالم والعالم كله مفتوح على بعضه، فلما يبقى كل المؤسسات الدوليه بتشيد بالاقتصاد المصري بتبقى دي رساله ثقه للعالم كله وللمستثمرين الخارجيين ان مصر صامدة وناجحة وماشية في المسار الصحيح. عشان كده يمكن أنا عايز أقول نقطة مهمة، إحنا من بعد انتهاء البرنامج في يونيو الماضي بدأنا مشاورات مع الصندوق فعلا على إن إحنا نعمل برنامج جديد، لأن زي ما بقول لحضراتكم في ظل الظروف العالمية دايما من مصلحتنا إن يبقى في برنامج مع الصندوق وتعاون مع الصندوق. والحقيقة لغاية قبل أزمة الحرب الأزمة الروسية الأوكرانية احنا كان التوافق مع الصندوق ان هو برنامج دعم فني فقط، ان يبقى البرنامج احنا ما كانش فيه احتياج لاي موارد تمويلية، وبالتالي احنا طلبنا من الصندوق ان يقتصر البرنامج على ان هو يكون دعم فني فقط، ويبقى هدفه كله ان احنا نضمن بالتعاون مع بعض نستمر في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص طبعا عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على ان هو ياخد فرص اكتر في عملية التنمية. فكل ده هو نفس محتوى البرنامج. احنا كل اللي حصل طبعا تاني في اطار تخطيطنا وتحسبنا لطول امد النزاع الروسي الاوكراني، يعني طلبنا من الصندوق ان يبقى مع الدعم الفني انه ممكن يكون في احتمال لمكون تمويلي نطلبه وقت ما نحتاجه، علشان لو الظروف لقينا ان قدام محتاجين اي تمويل اضافي يبقى نقدر ان احنا يكون لدينا هذا المكون ايضا في الصندوق في البرنامج. اللي عايز اقوله لان دائما نظرة المواطن البسيط ان لو عملنا برنامج مع الصندوق دي معناها انكم هتحملوا لنا اعباء وهتعملوا لنا مشاكل، بالعكس احنا الحمد لله الفتره البرنامج الاولاني هو اللي خدنا فيه كل الاصلاحات الكبيره، والبرنامج اللي احنا ماشيين فيه اللي خلص من سنه واللي احنا كمان بنقدم عليه دلوقتي هدفه زي ما بقول لحضراتكم ازاي نحافظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو. دائما تحدينا الكبير جدا دولة بتزيد عدد سكانها، حضراتكم عارفين على الأقل متوسطنا في العشر سنين اللي فاتوا في حدود الاثنين مليون سنويا، يعني معنى كده أنا عايز على الأقل مليون فرصة عمل سنويا جديدة. اقتصاد يعني بينمو بحجم كبير، دولة بتنمو بحجم كبير، عبء وتحدي موضوع خلق فرص العمل بيبقى عبء هائل علينا جدا. عشان كده احنا قادرين إن شاء الله في الفترة الجاية إن احنا نستمر، وبطمن كل المواطنين الاقتصاد المصري بخير وحنستمر في خلال هذه الفترة. ودائما زي ما بقول لحضراتكم ده واجبنا كحكومة نضع دايما السيناريو الأسوأ ونخطط ليه ونتحرك على هذا الموضوع، لكن ربنا كرمنا والأمور انتهت والأزمة خلصت بأسرع وقت خلاص بتبقى الأمور بشكلها الطبيعي. عشان كده يمكن أنا كنت حابب إن احنا نتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع ونوضح كل الصورة. ويمكن احنا كنا من يومين ثلاثة كان في مؤتمر آخر عشان نشرح برضو الموقف، وحنستمر في بصورة متوالية إن احنا نشرح لحضراتكم كل الخطوات عشان هدفنا كله إن احنا نطمن المواطنين على نجاح الدولة المصرية واستمرارها والاقتصاد المصري إن هو بخير إن شاء الله. آخر نقطة أنا حابب أقولها، إحنا محتاجين كمواطنين أيضاً إن إحنا ناخد بالنا في الفترة دي وده دورنا في موضوع ترشيد الاستهلاك. وحدي بس مثل صغير جداً فيما يخص البترول، إحنا من بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولار، مصر بتستورد عشان نبقى عارفين حوالي 100 مليون برميل في السنة.
يبقى 100 مليون لما كان تمنهم 8 برميل 60 يبقى كان ده 6 مليار دولار، يعني 500 مليون دولار في الشهر. النهارده 8 البرميل كام؟ 120. يعني بقينا مطالبين ان احنا نستورد ب 12 مليار دولار، يعني بقى الشهر بدل ما كان نص مليار بقى مليار. ده ضغط كبير جدا على العملة وعلى الدولة. طب احنا بنتحرك عندنا والخطط بتاعتنا وكل حاجة، لكن لو المواطن النهاردة مع بعض ابتدينا نحاول نرشد استهلاكنا، التحركات اللي انا يعني ممكن نقول انها ممكن ما تكونش ضرورية في الانتقال والحركة وكل الكلام ده بيساعدنا احنا كدولة ايضا ان احنا نرشد الكميات بتاعتنا. انا كل ده بحطه ليه؟ لان زي ما الدولة عمالة تخطط وبنحط تصورنا لغاية اخر السنة، يعني بتكلم لغاية اخر 22 بافتراض ان الازمة دي لا قدر الله ممكن تستمر، لازم المواطن كمان يدرك ويحس بان عظم الازمة العالمية ويشوف اللي بيحصل في العالم كله وطوابير اللي بتقف على الأماكن المنافذ وعلى حتى محطات البنزين في كل العالم عشان الناس تعرف إنها تاخد المنتجات الأساسية. مرة أخرى يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله دايماً مصر بخير، وإن شاء الله يعني قادرين كدولة كحكومة كقيادة وحكومة وشعب إن إحنا نعدي الأزمة العالمية الكبيرة اللي إحنا موجودين فيها دي، وبإذن الله دائماً مصر إلى الأمام. وشكراً لحضراتكم.